إلى منهاج السنة لابن تيمية الدكتور محمد رشاد سالم، الجزء الأول صفحة 39 أعزائي، الجزء الأول صفحة 37 وثمانية وثلاثين وتسعة وثلاثين، صفحة 37 هاي الطبعة اللي 4 مجلدات أعزائي، والطبعة التي هي 8 مجلدات الجزء الأول صفحة 59 يقول: وقد اتفق على عادتي، على القاعدة، وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية، من لهم علم وهم علماء الجرح والتعديل، أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد اتفقوا على ماذا؟ على أن الرافضة أكذب الطوائف، مو كذبة، لا أكذب، أفعل التفضيل، والكذب فيهم قديم، ليست هذه الجديدة، بل ولهذا كان أئمة الإسلام بلا أن يقول من هم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. بماذا يمتاز شيعة علي بن أبي طالب؟ بكثرة الكذب، يعني لا توجد لهم أي امتياز وأي صفة أخرى. ثم يبدأ بنقل جملة من كلمات أعلام الاتجاه الأموي لإثبات هذه الحقيقة، إلى أن يأتي في صفحة 39 من منهاج السنة أعزائي الجزء الأول يقول: وردوا شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وحيث أن هؤلاء أكذب الطوائف، كلمة حق ورد بها باطل يلبسها، وردوا شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وحيث أن الشيعة أكذب الطوائف، إذن الاتفاق بين الفقهاء على رد أحاديث ماذا؟ الشيعة. سؤال هسه، لماذا الشيعة فقط؟ هل غيرهم يشتركون؟ قال: أما غيرهم من أهل الأهواء والبدع. هسه قبلنا أن الشيعة سلمنا من أهل الأهواء، يقول وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء. في الشيعة اتفاق يوجد أنه لا يقبل، ولكنه وقع النزاع، باقي أصحاب الأهواء والبدع تقبل شهادتهم أو لا تقبل؟ قال: هل تقبل مطلقا؟ هذه النظرية الأولى. أو ترد مطلقا؟ هاي النظرية الثانية. أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ إذا كان أهل البدعة يدعو إلى بدعته داعية فترد شهادته، أما إذا لم يكن تقبل أحسنت. وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، وهو الذي يرجحه. أحسنتم، جيد جدا. إذن واضح نظرية ابن تيمية تأسيسا للاتجاه الأموي، أن الراوي بمجرد أن يثبت أنه شيعي فهو كاف لإسقاط ماذا؟ أي اعتبار له، وحيث أن الحارث الهمداني هو الشيعي، إذن يسقط ماذا؟ إذن هؤلاء من أحمد محمد شاكر والألباني تبع لهذه النظرية. جيد، تعالوا معنا إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، المجلد الرابع صفحة 247، صفحة 247 ينقل رواية وهي تحت الرقم الرواية 1681: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. يقول: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير الأجلح، وهو ابن عبد الله، وهو صدوق كما قال الذهبي في الضعفاء والحافظ في التقريب. التفت: ولا عيب فيه سوى أنه شيعي.
يعني هذا يعني هذا المثل, هذا المثل المصري يطبق. واقعا والله عابوا على الورد فقالوا له يا احمر الخدين. المهم يعني يعيبون عليه بالانتساب الى علي بن ابي طالب. هذه مشكله ولا عيب. هذا هذه اثار النهج الاموي الذي اسسه معاويه ونظر له ابن تيميه وسوقه الاتجاه المعاصر. ولا عيب فيه سوى انه شيعي. ولكن هذه محل الشاهد هاي الجملة. ولكن ذلك لا يضر في الرواية. يعني كلام مستقيم. كونه صدوق هو الأساس. أحسنتم, لأن نحن دور مدار. لأن العمدة فيها إنما هو الصدق كما حرره الحافظ في شرح النخبة. إذن الحافظ أيضا يقول بالي نعم نعم في نخبة الفكر. وهذا نعم, نعم نعم نعم. هذا المورد الأول. الوقت ضيق, ما عندي وقت أنه كلها أنقلها. نعم. المورد الثاني أعزائي, ما ورد في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول القسم الثاني صفحة 752 752. يقول قلت وهذا إسناد, رقم الحديث 396, وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات, رجال الشيخين غير عبد الجبار هذا, وهو صدوق يتشيع كما قال الحافظ في التقريب. ورجاله قلت والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين. انظروا كذب ابن تيمية. والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين. إذن لعد كيف يدعي بأنه اتفاق أهل العلم بالنقل والرواية أنه أكذب وأنه لا ينقل عنه. يقول والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين, لأن العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلما عبد عدلا ضابطا. أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة فلا يعد عندهم جارحا ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي, ما ورد في المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة صفحة 262. التفتوا إلى عبارته, فإن قال قائل راوي هذا الشاهد شيعي فأقول أفلا يعتبر ذلك طعنا في الحديث وعلة فيه؟ فأقول كلا, لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق والحفظ, وأما المذهب فهو بينه وبين ربه فهو حسيبه. كلام منطقي. التفت جيدا. الآن مباشرة أريد أن أقول لكم عبارة ماذا؟ عبارة ما؟ ابن تيمية قال ولهذا فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث فيها رواة ماذا؟ شيعة. في مجموع الفتاوى. في مجموع الفتاوى صراحة. قال ولذا نجد صاحبي الصحيحين وغيرهما قد أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج والشيعة وغيرهم. من نصدق؟ واقعا أنا أصدق ابن تيمية أو أصدق العلامة الألباني. الحق كما أقولها صريحة لكم, الحق مع من؟ مع الألباني. وهذا هو المثال بين أيدينا, وهذا هو المثال عن الرواية. فقد صحح الحديث ابن حبان وكان يتشيع ويغلو فيه. مو كان شيعيا, كان شيعيا ماذا؟ ويغلو غاليا. بل قال في ثقاته كان يبغض الشيخين, ولكن مع ذلك ماذا؟ كانوا ينقلون عنه.